وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وصبحكم الله بالخير، وإن شاء الله يكون هذا الصباح صباح مليء بالتفاؤل، مليء بالإنجازات، ومليء أيضا بالطاقة الإيجابية. حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر هذه الإذاعة المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. هذا البرنامج مثل ما نقول دائما في بداية كل حلقة هو عبارة عن نافذة مفتوحة ما بين يعني طموحات الهيئة وما بين آراء وملاحظات المستمعين. نحاول من خلال هذا البرنامج أن نطرح مختلف المواضيع الطبية اللي تشغل بال الجميع، ومثل ما عودناكم كذلك في بداية كل حلقة، بس خلوني أعرفكم بالأشخاص الموجودين معنا في هذه الحلقة. معنا في الإخراج الأستاذ أيمن سرحيل، وفي التنسيق الأخت سارة يوسف، وأيضا فريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، ومحدثكم محمود يوسف العلي. عموما مثل ما نعودكم دائما أن نبدأ معاكم الحلقة بسلسلة من الأخبار اللي طالعنا بها وكالات الأنباء سواء المحلية أو العالمية. أول خبر نحن نتكلم عنه عنوان يقول صحة دبي تستضيف 4 أطباء من ألمانيا وإيطاليا أبريل المقبل. التفاصيل تقول تستضيف هيئة الصحة بدبي خلال شهر أبريل نيسان المقبل 4 أطباء زائرين من ألمانيا وإيطاليا والهند لتقديم خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى بمستشفيات الهيئة في تخصصات أمراض النساء والولادة والمسالك البولية وأمراض الكلى عند الأطفال والغدد الصماء لدى الأطفال. طبعا قال عبد الرحمن محمد الأوغاني مدير إدارة العلاقات الخارجية العامة والإعلام بهيئة الصحة في دبي إن الهيئة ستستضيف خلال الفترة من 3 إلى 7 أبريل المقبل كلا من الدكتور كورين جوزيف استشاري أمراض النساء والولادة في الهند لتشخيص وعلاج الحالات المرضية بمستشفى دبي، والدكتور أليساندر ديفيرو استشاري أمراض النساء والمسالك البولية في إيطاليا لعلاج الحالات المرضية بمستشفى لطيفة. وقال الأوغاني أن الهيئة ستستضيف خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل المقبل البروفيسور فرانس شايفر استشاري أمراض الكلى عند الأطفال لتشخيص وعلاج الحالات المرضية بمستشفى دبي. كما ستستضيف الهيئة خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل المقبل الدكتور هنريتش شميت استشاري الغدد الصماء عند الأطفال لعلاج الحالات المرضية بمستشفى دبي. طبعا هذه ضمن الخدمة، هذه ضمن الخدمات اللي تقدمها إدارة العلاج في الخارج بتوفير أفضل الأخصائيين الموجودين في العالم واستقطابهم إلى إمارة دبي للاطلاع على الحالات التي يعني حابين نوفر عليهم مشقة السفر، ونوفر على عليهم أيضا الميزانيات اللي ممكن قد نتحملها في هذا المجال، وأيضا للاطلاع على أكبر عدد من المستفيدين من هؤلاء المرضى خلال فترة تواجدهم. ليش؟ لأن نحن مستشفياتنا تمتلك الإمكانيات اللي تأهلها أنها تقدم أفضل الخدمات، وما في داعي حتى الواحد يعني يسافر برا ويقول أن أنا محتاج أن العلاج يكون بهذا الشكل ومو متوفر عندنا في الإمارات. لا، ممكن نجيب هؤلاء المتخصصين في تخصصات معينة يكونون هم قادرين على
يعني تشخيص وعلاج المرضى هنا في دولة الإمارات، لأن الإمكانيات كلها موجودة في الدولة ولله الحمد، وذلك يعني بدعم الدعم الكبير اللي نلقاه حقيقة من سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي في توفير الرعاية الصحية اللازمة لأبناء دولة الإمارات. خبر ثاني يقول علماء يعني فقدان الوزن مرتبط بتوقيت تناول الوجبات. أثبت العلماء أن عملية فقدان الوزن مرتبطة بشكل مباشر بتوقيت تناول الوجبات، وينصحون بتناول وجبة الإفطار في الصباح الباكر مع طلوع الشمس. ولإثبات هذه النظرية قام العلماء بسلسلة من التجارب على القوارض المخبرية. خلال هذه التجارب توصل العلماء إلى أن وقت تناول الوجبات يؤثر بشكل مباشر على وزن جسم الإنسان بشكل كامل، لأن عملية حرق الدهون تكون في ساعات معينة دون غيرها. وركز العلماء أنظارهم على البروتين المسؤول عن الإيقاعات اليومية، وبعبارة أخرى عن الساعة البيولوجية. وتبين للعلماء أن معظم إيقاعات البروتين في الميتوكوندريا تصل إلى ذروتها في أوقات مختلفة. وأضاف العلماء أن فترة الذروة في هذا النشاط تكون مع إطلالة أشعة الشمس على نوافذ منازلنا، إذ اعتبر العلماء أن هذه الفترة بالذات هي التي تنشطر فيها منتجات الكربوهيدرات لتعزيز عملية الإحراق وتزويد الجسم بالطاقة التي يحتاجها خلال النهار، في حين أن البروتين الذي يعمل على تحويل الأحماض الدهنية يبدأ نشاطه في النصف الثاني من النهار. طيب يعني نحاول نفطر مع أشعة الشمس. في خبر متعلق بهذا الموضوع أيضا، موضوع التغذية هني في بريطانيا، حبوب الحمية غير مرخص بها قاتلة. دقت مجالس البلديات المحلية في بريطانيا ناقوس الخطر حيال حبوب الحمية السريعة المتوفرة على الإنترنت من دون الحاجة إلى ترخيص صحي ووصفة طبية بعد تسجيل 5 حالات وفاة العام الماضي. كما دعا مجلس الوزراء إلى شن حملة شعواء ضد المروجين والمسوقين لحبوب الحمية وإغلاق مواقع شرائها عبر الإنترنت وملاحقتهم قضائيا وتطبيق عقوبة بالسجن لا تقل عن 2 سنين. ويكمن الخطر الحقيقي لبعض هذه الحبوب غير مرخص بها في احتوائها على أي مادة أو الاحتواء على مادة DNB التي تعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي في الجسم إلى حد يصل إلى التسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم والتقيؤ والشعور بالغثيان إلى جانب سرعة نبضات القلب. ويسعى المروجون لهذه الحبوب إلى خداع المهووسين في إنقاص وزنهم عبر إقناعهم بأن هذه الحبوب مصنوعة من مواد طبيعية وأعشاب، ويختلف هذا إلى حد كبير عن الحبوب الأخرى التي تساعد على إنقاص الوزن والمتوفرة في أرفف الصيدليات. فإلى جانب أنها تحمل ترخيصا رسميا فهي تساعد على تقليص شهية الطعام. إذا يا جماعة الخير، نحن في دولة الإمارات عندنا قوانين نسنها في هذا المجال، وتم يعني وزارة الصحة ووقاية المجتمع جزاها الله خير يعني قامت بتنظيم هذه العملية، وأيضا مخالفة كل من يقوم بمثل هذه التصرفات. هذا الخبر كان من بريطانيا، ولكن نحن هنا في الدولة يعني ولله الحمد دائما ما يتم سن هذه القوانين لحماية المجتمع من مخاطر مثل هذه الممارسات الخاطئة. واني ارجع اقول ان الموضوع لما ما نطلع فاصل عندنا فيلر تري علينا شوية زين، فهني بارك الله فيكم ترجع المسألة الى الرغبة الذاتية بتنظيم الأنماط الصحية والسلوكيات التي يجب أن نتبعها في هذا المجال. يعني جماعة الخير، كيف الواحد يطلب دواء من انترنت ولا كذا يقول لك أعشاب طبيعية وانت تي وتاخذها؟ لا، ما يستوي. لا تدخل شيء في جسمك وانت ما بعارف شو هذا الشيء، شو مكوناته ومن وين يبته، لازم الطبيب يوصف لك إياه.
عموما مثل ما أنتم عارفين يعني هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع قناتي نور دبي وسما دبي تواصل بث حملتها التلفزيونية التوعوية مساء كل يوم قبل نشرة الأخبار من خلال شخصيتي سلامة وسعيد واللي تستهدفان يعني رفع مستوى الوعي الصحي وترسيخ مفاهيم وأنماط الحياة السليمة لدى المجتمع. عموما اللي حاب يتابع هذه المشاهد التلفزيونية ويتعرف عليه ما تحتوي من معارف وثقافة ومعلومات تعزز من قدراتنا وإدراكنا في الحفاظ على صحتنا ولياقتنا البدنية واتباع أساليب وقائية مهمة لضمان صحتنا وسلامتنا ممكن أن يشوفها عبر قناتي سما دبي ونور دبي قبل الأخبار وأيضا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حسابات الهيئة. وأيضا نحن بنعرض لكم الآن الصوت الأوديو الخاص بهذه المشاهد التلفزيونية وفيها المعلومة المهمة اللي ممكن تستفيدون منها. اليوم عندنا الموضوع بيكون عن الربو مع أخصائية التغذية وفاء عايش، بتكلم عن الربو بتطرح بعض المعلومات الخاصة في هذا المجال. فخلونا نستمع إلى الفيلر وبعد الفيلر ما يطلع فاصل. يا ترى شو اللي يجمع بين لاعب الكرة ديفيد بيكام، الممثلة شارون ستون، الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وسعيد؟ سلامات. كلهم مصابين بالربو مع ذلك يعيشون حياة طبيعية. الربو مرض مزمن لكن مو بإعاقة. حوالي 250 مليون شخص مصابين بالربو حول العالم. هي ونسبة الأولاد المرضى هي ضعفين البنات، ولكن الغريب إن النسبة تتساوى عند البالغين. الوراثة عامل مهم في الإصابة بالربو، ومن العوامل الباقية الوزن الزايد، التعرض للتدخين السلبي في البيت أو تدخين الأم أثناء الحمل. وطبعاً تعلمنا المعاصر ارتفاع تلوث الهواء بدخان المصانع وعوادم السيارات. الدواء بيساعد المريض على حياة مستقرة، ومو بصحيح أن البخاخات تؤدي إلى الإدمان. ابتعد يا سعيد عن الانفعالات النفسية وعن الأماكن اللي فيها تدخين وعن أي شيء مثير للحساسية مثل مواد كيميائية، ريش الطيور، فرو الحيوانات، حبوب الطلع والغبار. ولا تنسى تأخذ اللقاح الإنفلونزا لأنه يخفف النوبات. المريض بالربو بحاجة دائما لانتباهنا ورعايتنا. عساكم دوم بصحة وسعادة. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، تظل المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي هي الوجهة الأساسية للمرضى والمراجعين وجمهور المتعاملين بوجه عام، ومن هنا تعمل الهيئة جاهدة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مراكزها، كما تعمل وفق خطة زمنية على أن تكون هذه الخدمات على مدار الساعة، وهذا بالتحديد ما تم توفيره في مركزي ند الحمر والبرشة. حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة دكتورة إلهام النعيمي. دكتورة إلهام أخصائي أول في طب الأسرة، مدير خدمات 24 ساعة في مركز البرشة. حياك الله معنا دكتورة. يا هلا استاذ محمود، حياك الله. أهلين. دكتورة، في البداية خلينا نتكلم عن أهمية انتشار المراكز الصحية ودورها الرئيسي في تخفيف الضغط على المستشفيات. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بالنسبة لمراكز الرعاية الصحية الأولية في إمارة دبي، نحن عندنا 13 مركز يقدم الرعاية الصحية الأولية في إمارة دبي. طبعا مواكبة التطور العمراني وارتفاع عدد السكان في الإمارة، كان في حاجة ملحة للنهوض بمستوى الرعاية الصحية المقدمة في الإمارة. فكان في فكرة
تمديد فترات دوامات بعض المراكز الصحية عشان تكون مدة 24 ساعة. وكان الهدف الرئيسي هو جعل الوصول للخدمات الصحية أكثر سهولة في مجتمع دبي، بالإضافة إلى إنقاص زيادة أو العبء على مركز الحوادث والإصابات على مستشفيات إمارة دبي، خاصة مستشفى راشد، مستشفى دبي، مستشفى لطيفة. فالمراكز هذه تستقبل المتعاملين بشكل مستمر، ما في توقف للخدمة أبدا خلال العطلات والإجازات الرسمية. عبارة عن ثلاث مناوبات، تكون كل مناوبة الطبيب يشتغل فيها 8 ساعات، فترة الصباحية من الساعة 7 إلى 3 مساء، الفترة المسائية من الساعة 3 مساء إلى 11 مساء في اللي هو الشفتات الليلية، ومن الساعة 11 مساء إلى 7 صباحا. ممتاز. طيب دكتورة، نوعية الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين في هذه المراكز والخدمات الطارئة المتوفرة؟ طبعا معظم الأخصائيين الموجودين في المراكز الصحية الأولية يحملون شهادات تخصص طب الأسرة. تخصص طب الأسرة هو طبعا عشان نعطي بس المستمعين فكرة عن طبيعة التخصص هذا، هو تخصص طبي يوفر خدمات رعاية صحية شاملة للناس من جميع الأعمار. قسم الرعاية الصحية الأولية يقدم بشكل مستمر وشامل الرعاية الصحية للفرد والأسرة من جميع الأعمار من الجنسين، يعني نشوف الأطفال ونشوف البالغين ونشوف كبار السن. وطب الأسرة هو الرعاية الصحية الأولية اللي يقصدها المتعامل أو يقصدها المريض، يعني احنا نقول أول تعامل أو أول كونتاكت أو أول اتصال بين أي مريض يعني عنده أي مشاكل صحية أو حتى نفسية يلجأ فيها للطبيب هذا. بعدين الطبيب يقوم بتحويله على أساس الحالة، إلى إذا احتاج أنه رعاية اختصاصية أكثر ممكن يحولها إلى المستشفيات. طبعا الحالات اللي نحن نستقبلها عندنا تكون الحالات المستقرة والحالات الطارئة. في حالات طارئة تكون موجودة عندنا في المركز. طبعا وظيفة طب الأسرة والطبيب المناوب الموجود في العيادة أن أول شيء يساعد الحالة أنها تستقر. طبعا احنا عندنا كوادر ممتازة في عياداتنا في المراكز الصحية، الأطباء متلقين دورات تدريبية في طب الطوارئ، عندنا جاهزية في المركز لاستقبال الحالات الطارئة، عندهم شهادات في الإنعاش الرئوي الأساسي والإنعاش الرئوي المتقدم. طيب. عشان يقدرون يعالجون الحالات الطارئة في نفس اللحظة، وبعدين ممكن يتم تحويل الحالات هذه إلى المستشفيات لاستكمال تلقي العلاج إذا كان في حاجة. طبعا لما فتحت عندنا مراكز 24 ساعة ساهمت فيها وايد، قللت من تحويل الحالات الطارئة. إذا في بعض المرضى يجون العيادة حالتهم يكونون تعبانين بسبب شيء معين، بعدين الطبيب يسوي لهم الإسعافات الأولية اللازمة وتستقر الحالة، وممكن حتى بعدين بدل ما تضطرش الحالة أو تبعث إلى قسم الطوارئ ممكن ينعطى لها موعد في العيادات الخارجية في المستشفى، ويستكمل المريض العلاج ويكون ما في حاجة إلى اتجاهها إلى قسم الطوارئ في المستشفى. هني دكتور أنا أبغي أتكلم على أهمية الخدمات المقدمة على مدار الساعة في التخفيف عن مركز الحوادث أو مراكز الحوادث في المستشفيات التابعة للهيئة وبالتحديد مستشفى راشد. لكن تفضل. طبعا نحن بالنسبة لو تكلمنا على الأرقام، نحن بدأت عندنا خدمات الـ 24 ساعة في سنة 2013. ند الحمر، في مركز ند الحمر بدأ التشغيل بتاريخ 1/7/2013، وبالنسبة لمركز القرشة بدأ التشغيل في شهر 9/2013. لو حسبناها بالأرقام، يعني نحن عندنا في 2013 استقبلنا من بعد الساعة 9:30 إلى الساعة 7 صباحا اللي هي بعد ما العيادات الباقية تسكر، استقبلنا 6319 حالة، بس 81 من هالحالات تحولوا لمستشفى راشد. بالنسبة لسنة 2014 استقبلنا العدد طبعا وايد صعد بطريقة ما شاء الله وايد عالية إلى 32,553 حالة.
هذا في خلال سنة واحدة. من هالرقم تحول 360 حالة فقط إلى المستشفى، وبالنسبة ل 2015 وصل العدد هذا إلى 50,000 مريض راجع العيادات الـ 24 ساعة في الفترة الليلية. من ال 50,000 بس 600 حالة تم تحويلها للمستشفى، حسبناها بالنسب المئوية تكون 1.2%، بس يعني وايد تفرق في تخفيف العبء على المستشفيات في هذه الفترة. هني دكتورة أنا سؤالي كنت أبغي أتحدث عن يعني المفهوم اللي يتواجد عند العميل تماما، أن معظم العملاء، أو ما بقول معظم عشان ما أفتي من عندي، لكن هنالك يعني عدد من العملاء ينظرون بعدم ثقة للخدمات التي تقدم في المراكز. لا، يقول أنا أرتاح في المستشفى، لازم أروح المستشفى لأن هناك في الطوارئ الخدمة أفضل. يعني شو تعليقك على هذا المفهوم؟ طبعا نحن حرصنا أن نحن نكون نطور الخبرات بالنسبة للأطباء، وفي نفس الوقت نوفر أفضل الأجهزة لاستقبال الحالات الطارئة وجاهزية المركز ككل لاستقبال مثل هذه الحالات. يعني احنا حين اليوم في مراكزنا نستقبل حالات الإصابات الرضوض والكدمات البسيطة والمتوسطة، نستقبل حالات حتى الآلام الصدرية والقلبية، الجلطات. ممكن أول شيء أي المريض يشتكي من أعراض بسيطة، بس بعدين مع تطور الحالة نكتشف أنه لا، أنه هو يعني المفروض لو صبرنا عليه زيادة، أو لو راح المستشفى وتريا دوره فترة وايد طويلة ممكن تتطور الحالة أكثر. فنحن لما يعدنا العيادة بالعكس الإسعافات الأولية المقدمة من الكادر الطبي الموجود عندنا في المراكز الصحية ممكن نتلافى فيها مضاعفات وأشياء نحن في غنى عنها في المستقبل. طيب بالنسبة لل في تدريب طبعا دوري يكون للأطباء عشان يأخذون الشهادات اللازمة بالنسبة للنعاش الرئوي القلبي، وموجود عندنا حتى أجهزة وايد متطورة. يعني تم إضافة حتى جهاز الروبوت مؤخرا إلى عيادة البرشة اللي يوفر الوقت. يعني معظم المراجعين معظم المرضى الوقت الانتظار وايد نقطة مهمة بالنسبة لهم، فنحن بالعكس يعني مع وجود جهاز الروبوت ممكن احنا نوفر اللي هي الاستشارات عن بعد أو التطبب عن بعد. يعني بدل ما يروح للمستشفى وينتظر دوره أو ينتظر موعده مع الطبيب المختص، ممكن احنا نتواصل مع الطبيب شخصيا وجها لوجه، وممكن الطبيب يكلم المريض ونحن بعد ممكن نتناقش مع الطبيب في حالة المريض ونعطيه العلاج اللازم في نفس الوقت. ويقدر عن طريق الروبوت انه ايضا يطلع على القراءات الخاصة بهذا المريض ويشوف يعني صوت وصورة وينقل له حتى القراءات الخاصة بالمريض. نعم حتى ممكن المريض يتكلم شخصيا مع الطبيب في نفس الوقت، يكون بالصوت والصورة تواصل. إذن دكتورة نحن هنا من خلال هذا اللقاء يعني نرغب في تعزيز مفهوم جديد عند المرضى بأن يجب إلغاء التصور الخاص بالذهاب إلى المستشفى مباشرة من دون المرور على المركز الصحي الخاص فيه. نحن قلنا ما نطلع على 35 صح؟ الفاصل على 35 صح؟ ممتاز. طيب لا ما كنت أكلمت، كنت أكلم الكنترول دكتورة. بس عموما البعض ما زال في ذهنه مفهوم الذهاب إلى المستشفى مباشرة من دون المرور على المركز. اليوم المراكز الصحية قاعدة تعطي كل الخدمات اللي تتواجد أو اللي تقوم بها المراكز الطوارئ في المستشفى. طيب بالضبط، بس بغيت أذكر بعد نقطة إن إحنا مش بس الأطباء هم الموجودين في الخدمة، يعني حتى الخدمات المساندة، يعني حتى المختبرات تكون موجودة، الأشعة، عندنا أنواع التحاليل الخاصة بأنزيمات القلب مثلاً، هذه تكون موجودة متوفرة في المستشفى، مستشفى راشد، مستشفى دبي في الطوارئ، بس نحن موجودة عندنا في عيادات الـ 24 ساعة عشان نكسب الوقت. يعني نحن لما يجينا شخص نكون شاكين أنه يكون لا سمح الله عنده جلطة قلبية مثلاً،
نعمل التحاليل اللازمة عشان نتأكد أكثر، ما ننتظر أكثر عشان ما تتطور الحالة. فممكن احنا عندنا أجهزة فريدة من نوعها موجودة عندنا في العيادة تقدر تعطينا النتائج في وقت قياسي يقارن مع الوقت اللي ياخذونه في الطوارئ في المستشفيات عشان يحصل المريض النتيجة. في نفس الوقت عندنا الأشعة، عندنا أجهزة الماموغرام موجودة عندنا، عندنا صيدلية موجودة طول الوقت، وممكن يعني حتى المرضى اللي ما يحصلون وقت انهم خلال ساعات الدوام العادي انهم يجون ياخذون ادويتهم، مثلا المرضى اللي عندهم امراض مزمنة ممكن يجون يستلمونها عندنا من العيادة في اي وقت يناسبهم. طيب دكتور هني ابغى اسال الان، هذا التكدس اللي كان من قبل المرضى في مراكز الطوارئ التابعه للمستشفيات، هل هو انتقل لهذه العيادات ولا الموضوع يعني انتم بعدكم مسيطرين وقاعدين تمشون المتعاملين بشكل سريع؟ لان بامانه اذا انا جيت المركز الصحي وقعدني انتظر ثلاث ساعات واربع ساعات عشان يشوفني الطبيب، اعتقد ما سويت شيء، اروح المستشفى افضل لي. نحن من صوبنا والله يعني بالعكس عندنا احصاءات دوريه تقدم وندرس الموضوع دائما بشكل مستمر. اولا في مثل ما نقول احنا مواسم، في اوقات تكون ازحم من اوقات، يعني في مثلا في اوقات معينه مواسم تكون فيها مثلا حالات نزلات البرد تكون عاليه، في اوقات مثلا يكون في اوقات تكون اهدى عن اوقات مثلا الاجازات الصيف الناس يسافرون المدارس تكون اخف. نحن منصبنا عشان نتلافى الموضوع هذا نحن زدنا عدد الاطباء الموجودين والكوادر الموجودين عندنا في المركز عشان نقدر نغطي متطلبات الناس. يعني لما نزيد عدد الاطباء يتوزعون المرضى عشان الوقت يكون يعني اقل من لو كان عدد الاطباء قليل وعليهم ضغط اكثر. جميل. فما في شيء ثابت او مستوى ثابت للتقديم، يعني وقت الانتظار. جميل. يعتمد على حسب الوقت، يعني مثلا طيب يعني اول الصبح ساعات يكون لا اهدى، الظهر مثلا على حسب. ممتاز. بس الاكيد ان احنا يعني قاعدين نبذل جهدنا. دخلوهم على طول دكتوره، دخلوهم على طول، حاولوا تدخلونهم على طول. طبعا احنا نحاول يعني نخلي الاولويه دائما وابدا للحالات الطارئه. على حسب البروتوكولات العالميه، لكن احنا متاكدين ان انتم تحاولون قدر الامكان انكم تجدمون او تسرعون من عمليات بالضبط. وفي اوقات وايد حتى المريض ممكن يدخل قبل وقته، لان سبحان الله ساعات المريض اللي قبله يكون عنده شغله بسيطه وخلصها بسرعه فعلى طول. يعني الاطباء يعني الشغلهم متواصل، يعني ما يدرون يجدون بين المرضى الوقت حتى على عندي طول أزف دكتوره الوقت عندي ازف. دكتورة الهام النعيمي أخصائي أول في طب الأسرة مدير خدمات 24 ساعة في مركز البرشة، شاكرين لك هذه المداخلة وإن شاء الله نستضيفكم إن شاء الله في الأيام القادمة. شكرا جزيلا. شكرا على الاستضافة. شكرا. مستمعينا فاصل ومن ثم نواصل باقي فقرات حلقتنا. صحة وسعادة. أسعد الله وأوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. مستمعين، في إطار حرصها على تكامل الخدمات الصحية والإنسانية والاجتماعية، أسست هيئة الصحة بدبي ضمن هيكلها التنظيمي مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع. هو المكتب المنوط به توثيق علاقة الهيئة مع الجهات المعنية لخدمة المرضى المعسرين والتخفيف اقتصاديا عنهم وعن كاهل ذويهم. في الإطار نفسه تنظم الهيئة اليوم ملتقى الخدمة الاجتماعية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، وهذا الاحتفال أو الملتقى أو المنتدى عملت الهيئة على أن يكون جامعا لكل الشركاء الاستراتيجيين، في مقدمتهم الشخصيات التي أسهمت كثيرا في العمل الصحي والإنساني. أيضا هنالك العديد من المحاور التي سوف يتم التطرق لها في هذا الملتقى، ونحن نبغي نسلط الضوء على هذه الفعاليات الموجودة في هذا الملتقى، فاتصلنا
في الأستاذ سالم بن لاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع عشان يعطينا تفاصيل أكثر عن هذا الملتقى. حياك الله معانا أستاذ سالم. مرحبا أخي محمود، السلام عليكم. خبرني شو عندكم اليوم؟ اليوم طال عمرك اللي هو بمناسبة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية. نعم. فالهيئة نظمت أو نظمنا تقريبا برنامج أو ملتقى الخدمة الاجتماعية تحت شعار التحديات نصنع السعادة، من التحديات نصنع السعادة. وهدفه طبعا أن نحن الخدمة الاجتماعية في هيئة الصحة كدور مكمل أدوار الصحية بشكل عام يعني، فنحن نأخذ الجانب الاجتماعي والإنساني في الجانب في مساعدة المرضى علاجيا ونفسيا بشكل ما نقول. نعم. أنا شدني الشعار من التحديات نصنع السعادة، فسر لي. طبعا نحن دور الخدمة الاجتماعية في الهيئة ومكتب الخدمات الإنسانية يعني يواجه تحديات في أنه يوجد حلول للحالات المعسرة كمرضى وك يعني أهاليهم وهذا. فمن هذه التحديات طبعا نحن قدرنا نوجد حلول لدعم الحالات ودعم أهاليهم وأسرهم بتنظيم برامج مجتمعية وبرامج دعم صحي ودعم مجتمعي بالنسبة للمجتمع حتى بشكل عام. نعم. فتحديات الخدمة الاجتماعية لصنع السعادة اللي هي التحديات الإيجابية مش التحديات السلبية يعني. جميل. وأكيد الواحد لما يحاول أن يساعد في حل مشكلة لأحد من هؤلاء المرضى راح يصنع السعادة بالإضافة للأجر من عند رب العالمين في هذا الموضوع. طيب أستاذ سالم، اليوم عن الملتقى، شو تفاصيل الملتقى، شو البرنامج اللي عندكم؟ هو نحن طالما حرصنا السنة أو البرنامج حرصنا على أن نحن نشوف بعض الشخصيات المجتمعية لها دور في سعادة المجتمع من ناحية أنهم تأسسوا برامج مجتمعية أو جمعيات أو لهم أسهم المساهمات في المجتمع بشكل عام في كل المجالات المجتمعية بشكل عام. فهني اختارينا في شخصيات بارزة، كرمنا إن شاء الله المعالي مريم الرومي اللي هي الوزير الخدمة الاجتماعية السابقة، وكرمنا ضاحي خلفان طبعا بحضور معالي حميد القطامي، وطبعا بعد السفير السعودي له دوره في مجال المعاقين وخدمة المجتمع بشكل عام. وكذلك اختارينا فئات مجتمعية شوية ممكن لها دور بس مش مسلط عليها الضوء. تم اختيار إدارة التمريض اللي هي للأمراض المعدية في هيئة الصحة كفئة يعني للتكريمها، وفريق ألفا وفريق المهمات الصعبة من شرطة دبي لدوره في يعني تحدي المصاعب والكوارث بشكل عام. نعم. وكذلك اختارينا بعد الأخت معصومة البستاني اللي هي أقدم أخصائية اجتماعية في هيئة الصحة، من نوع هي متقاعدة بس من نوع أنا تكريم أو رد الجميل يعني. جميل جدا. طيب بالنسبة إلى برنامج الحفل، هل يشمل فقط تكريم أم هنالك بعض المواضيع الأخرى؟ لا طبعا إحنا الحين مستضيفين الدكتور عبد الله الفوزان، محاضر أستاذ دكتور محاضر من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كضيف وك يعني ضيف وكمحاور يعني أهداف الندوة نفسها أو الملتقى نفسها اللي هي تتركز في تعزيز تعزيز دور الخدمة الاجتماعية والإنسانية وتحت عنوان التحديات، من التحديات نصنع السعادة يعني. جميل جدا. أنتم مستمرين اليوم لين الساعة كم أستاذ سالم؟ بديتوا من كم هي بدت من 10 البرنامج، وإن شاء الله لين الساعة 1 تقريبا المحاضرة بدت الحين. جميل. وإن شاء الله نكون موفقين يعني نتمنى لكم التوفيق في جميع البرامج اللي تقومون فيها. وأيضا أستاذ سالم، بس نحن الأسبوع الماضي طبعا تطرقنا لهذا الموضوع، لكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، خلنا نتحدث عن أهم البرامج اللي يقوم مكتبكم بطرحها بشكل عام وباختصار.
الحمد لله. نحن السنة في 2015 حسب التقرير السنوي اللي عملنا طبعا زدنا أول شيء الشراكات المجتمعية مع المجتمع، أضفنا بعض البرامج اللي تدعم المرضى المعسرين، يعني رفعنا سقف التبرعات أو المشاريع أو قيمة المشاريع اللي نفذناها من 10 مليون اللي وصلنا اليوم نحن خلال 2015 لفوق ال 67 مليون، وهذا يعتبر قيمة للمشاريع اللي نفذناها، المشاريع العلاجية الدوائية اللي تدعم المرضى يعني. ممتاز. غير بعض البرامج اللي هي المجتمعية مثل التوعية في مجال بعض الأمراض المعدية أو الأمراض الخطيرة. فدور المكتب السنة إن شاء الله الحمد لله في أكثر من فعالية تنفذت لتغطية الأمراض ولتوعية الجمهور عن الأمراض نفسها يعني. جميل. أي إضافة تبغي تضيفها أستاذ سالم قبل ننهي الحوار؟ كلمة أخيرة يعني. أول شيء أشكر معالي أحمد الطامي ولأنه هو الداعم القوي لنا، وطبعا المجتمع بشكل عام والمتبرعين والمتطوعين لهم دور يعني لوجودنا في الساحة. شكرا لكم أستاذ سالم باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحة في دبي، نحن شاكرين لك هذه المداخلة، واسمح لنا عاد طلعناك من الملتقى، لكن قلنا نبغى نسلط الضوء على هذه الفعالية التي تستحق حقيقة من قبلنا على هذه الجهود الكبيرة اللي تبذلونها في هذا المكتب. شكرا جزيلا. شكرا. إذن مستمعينا يعني مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع مثل ما قلنا هو المكتب اللي منوط به توثيق علاقات الهيئة مع الجهات المعنية لخدمة المرضى المعسرين والتخفيف اقتصاديا عنهم وعن كاهل ذويهم. في هذا المكتب هنالك العديد من البرامج التي تم استحداثها وتم وضعها فقط لخدمة المرضى الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج بشكل أو بآخر. هنالك بعض الظروف التي تقف حيال استكمالهم يعني المتطلبات المادية أنا أتحدث لتكملة هذا العلاج. المكتب له يعني بصمات واضحة في هذا المجال، نحن نتمنى لهم التوفيق. وأيضا اليوم هم من خلال ملتقى الخدمة الاجتماعية يحتفلون باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، ومثل ما ذكر أستاذ سالم هناك العديد من الفقرات التي تم يعني وضعها في هذا الملتقى الذي يقام حاليا في فندق حياة جراند ويستمر حتى الساعة 1 ظهرا. عموما أيضا اليوم العيادة الذكية بعد مستمرة معاكم، تغير موعدها، راح تبدأ من الساعة 11 وبتستمر لين الساعة 1 الظهر. العيادة الذكية هي مبادرة أطلقتها الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطرح من خلال هذه المبادرة مجموعة من المواضيع الصحية والطبية التي تسعى في الأساس إلى تعزيز نمط الحياة الصحي والوقاية حول مجموعة من الأمراض أو مجموعة من المواضيع التي تتوافق مع يعني الكالندر العالمي أو التقويم العالمي للأمراض والاحتفالات التي يحتفل بها العالم بشكل عام. الحسابات الخاصة بهيئة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي هي DHA يعني من دبي هيلث أثوريتي DHA_Dubai على تويتر وإنستغرام، وأيضا اللي يبغي يتابع العيادة ومختلف الفعاليات على البريسكوب بالصوت والصورة. حسابنا في السناب شات نفس الشيء بعد، أيضا حتى حسابنا بالسناب شات هو DHA_Dubai. فبتعرفون على تفاصيل هذا الملتقى، وأيضا بتعرفون أيضا على العيادة الذكية اللي بيتم نقلها مباشرة بعد الملتقى يعني في تمام الساعة 11 صباحا، وهي العيادة مستمرة من يوم كل خميس واثنين بتكون معاكم، بس غيروا الوقت، قبل كانت من 10 لين 12 الحين صارت من 11 لين 1. طيب اليوم
من خلال المشاهد التلفزيونية أو الفيلر التلفزيوني كانت تتكلم الأخصائية وفاء عايش عن مرض الربو. هني يعني بقولكم على 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 موضوع خاص يعني في نفس الإطار عن التهاب الشعب الهوائية المزمن. في علاج جديد وافقت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية FDA على علاج جديد لمرضى التهاب الشعب الهوائية اللي هو COPD وهو المرض مرض التهاب الشعب الهوائية السائد المزمن، وذلك بعد تأكد من فعاليته في تحسين أعراض المرض عن طريق الأثر الإيجابي على انحباس الهواء في الرئتين ومساعدة المريض على التنفس بصورة أفضل. الجديد في هذا الدواء المسمى بيرو إليبيتا أن يعطي كونه مستنشق هوائي عن طريق الفم احتواء أيضا على نوعين من العلاج، أولهما يعمل على توسيع الشعب الهوائية والثاني مضاد استرويدي للالتهاب. نتيجة تأثير هذا الدواء الفعال يتم استنشاقه مرة واحدة يوميا ويدوم أثره 24 ساعة، مما يسهم في التزام المرضى بتناوله بشكل أفضل، فضلا عن أثره الإيجابي في تقليص عدد مرات النوبات الحادة للمرض التي تستدعي في العادة زيارة الطبيب المختص. ينتج مرض التهاب الشعب الهوائية السائد المزمن عن التدخين بصورة أساسية، يحتل المرتبة الرابعة في قائمة الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة، وبحسب دراسة إقليمية حديثة يصيب هذا المرض 3.5% من الأفراد في دول الخليج، لكن نسبة تعرضهم لخطر الإصابة بالمرض ترتفع لتصل 30% نتيجة تدخين السجائر أو السجائر الشيشة اللي معروفة عنا المعسل، والتعرض المزمن لاستنشاق البخور وغيره. فهذا بشكل عام يعني كخبر كنت أبغي بس ألحقه بالفيلر اللي طلع البارحة الخاص بالربو. أيضا هناك العديد من المواضيع اللي ممكن نطرحها في هذا المجال، ما أدري إذا عندنا وقت ولا لا. دقيقتين لا عيل، أعتقد نطرحها على الأسبوع الجاي. طيب إذن مستمعينا، مثل ما يعني تعدكم الهيئة بكل الأمور اللي تخص حقيقة التثقيف والتوعية في هذا المجال، فنحن استحدثنا العديد من وسائل التواصل معكم. اللي حاب يتواصل معنا سواء من خلال هذا المنبر في نور دبي عبر برنامج صحة وسعادة الإذاعي، لأن عندنا المشاهد التلفزيونية اسمها صحة وسعادة كذلك، وأيضا عندنا البيان الصحي واللي فيه العديد من المقالات الخاصة بالصحة والسعادة. كل هذه القنوات تم استحداثها وإضافتها للقنوات اللي كانت تتواجد سابقا، هي موجودة حقيقة، فيها مواضيع غنية، فيها مواضيع ممكن تفيدنا بشكل أو بآخر في تعزيز نمط الحياة الصحية عندنا. فندعوكم لمتابعتنا من خلال هذه القنوات، وأيضا التواصل معنا أيضا من خلال هذه البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وكذلك أيضا حساباتنا في التواصل الاجتماعي بعد في خدمتكم. أي استفسار، أي ملاحظة، ما أبغى أقول شكاوى، أي انتقاد بناء إيجابي، خلونا نسمعه ونطور معاكم القطاع الصحي في مار دبي. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى لكم إجازة أسبوع، نهاية أسبوع مليئة إن شاء الله بالراحة والطمأنينة النفسية، وأيضا إذا في إنجازات الله يحققها لكم. وفي الختام كل الشكر لمخرجنا أيمن سرحيل، وفي التنسيق كانت معنا سارة يوسف وفريق قسم الإعلام في الإعداد، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.